صحيح واحد غلط وعمل وغلط واحد سبحان الله غلط عملت مشاكل قبل وغلطت في واحد كل شيء تعطيني جرد بيت روار عمري ما خدمت شهر لتو في حياتي عمري ما خدمت شهر العظيم كبوت ولدي هذاك كبوت بنتي مازالوا صغار ويلبسوا فيها عندهم زاورة يتغطوا بها في الشتاء ربي يعمل لهم دليل صغاري تو ولينا نعيش وحيين تو وقتهم يغدوا صالة بعتها بيت نوم ما عنديش عندي فرش فمثلي وحده كي بلاستيك نحطوا فيها في الدبش قرص بعته يجيك مول الدار ما عادش تنجم تعمل حتى شيء يلزمك تخرج تبيع يلزمك توكلهم كما لبسهم وخليهم من الشر هاكو في الدار على الاقل مش قاعد يخرج فهمتني هاكو وياك انا واحد من الناس كي نشوف واحد يقول باش نبيع كلهم ما عادش نلومه صدقني ما عادش نلومه صدقني نبيعها اقسم بالله نبيعها باهي اقسم بالله نبيعها بالنسبه للفريق ما عادش خالتين عليه اذا ما تبش مخرجونه من ديارنا هذا ما حوايج نتاع صغاري خرج عود لي هذا دبشك نتاع دارك اي دبشي هذه سربت مو نتاع بنتي هذه سربت مو بنتي مازالت تجي قدها وخرجت بعتها ما عادش عندنا انا كنت نخدم قواجي قواجي توا بطال فهمتني عندي توا محسوب قريب شهر بطال نخرجوا في دبش من ديارنا يعني هذا دبش بنتك بنتك ودبش ولدك هذيك الدينغري تاع بنتي هذيك الجيلية تاع مرتي عبارة تعرف شنو خرجني كل شيء دبش في الدار خرجناه خرجوا ونبيعوا فريب ما تلقاش باش تمشي تفرز وتجبد قطعة اثنين باش تدبر فيهم راسك ما تلقاش فهمتني توا تتلز راسيك تخرج باش تبيع باش تاكل باش توكل صغار انا مع راسي عندي زوج صغار مشنا خالتين كريب 370 دينار ما عادش خالتين على حتى شيء فهمتني قول لي انت وين باش يوصلوا بينا للشيء هذا ما نعرفش واحد ما عادش يعرف مصيره وين ماشي 36 سنه عندي زوج صغيرات مش عارف مصيري شنيا كريت 370 دينار واحد ولا ما عادش مشرشي مع الحاكم ولا مشرشي مع مول الدار مول الدار نهار كامل يبدا يلوج عليك من بلاصه بلاصه باش تخلصوا في كريه وانت تعيط على قطعه بدينار وما تخلطش باش تبيع جينا 5 تاع الصباح نحن من 5 تاع الصباح ومعايا امي ونحن ناصبين صدقني بايعين بالفين من الصباح لتو ما تديش على السوق تنجم تبيع تنجم ما تبيعش فهمني ما تعش على مسيرك درجه يعني الاوضاع صعبه الاوضاع على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر صدقني على الاخر حتى العطار شي مش تقولوا كارديني يقول لك ما كارديكش ما عادش يكارديلك ما عادش تخلط على ما وانت صغارك على كوش على حليب على غل ما عادش تخلط على حتى شيء تو فهمني ما عادش تخلط على حتى شيء كي تبيع دبش صغارك شنو باش تلبسهم صغار ربي يعمل لهم دليل صغاري توا ولينا نعيش وحيين توا وقتهم يغدوا هذيك توا المعيشه نتاعنا فهمني المعيشه نتاعنا حيين توا وقتهم يغدوا توا علق يلزمك توكلهم كما لبسهم وخليهم للشر هاكو في الدار على الاقل مش قاعد يخرج فهمتني هاكو وياك روضه زوز صغار 180 دينار منين باش نجيبهم انا زوز صغار 180 دينار منين باش تجيب قول لي انت منين باش تجيب فريب هاك تشوف فريب هاك تشوف كبوت ولدي هذاك عمره عام ونص ورينا منه بصراحه انا تصدمت وقت اللي تقول يعني بيع في دبش ولدي ودبش بنتي في الحقيقه يعني والله العظيم كبوت ولدي هذاك كبوت بنتي بنتي مازالوا صغار ويلبسوا فيهم نورمالمون انا هذا شنو باش تاخذهم تو في البرد شنو ناخذهم ناخذهم هاكا عندهم زاوره يتغطوا بها في الشتاء فهمتني معيشه كاسحه كاسحه خويا ما عادش تخلط ما عادش خالتين فهمتني نزق للدار نوريك لا خليت صاله صاله بعتها بيت نوم ما عنديش عندي فرش فهمتني وحده كي بلاستيك نحطوا فيها في الدبش قرص بعته يجيك مول الدار ما عادش تنجم تعمل حتى شيء يلزمك تخرج تبيع ما عادش فيها قول لي انت وين تحب وين يحبوا يوصلوا بينا انا بنتي هذيك سلفات مو مكتوب عليها 3 سنين انا بنتي عمرها 3 سنين ونص
بنتي ما زالت جاها هذي، ما زالت جديدة هذي، فهمتني؟ هذي ما أخويا أنا ب 16 دينار نبيع فيها، نبيع فيها ب 2000 فرنك. باهي 2000 فرنك، تمشي للحانوت يقول لك 20 و 25 دينار، أنا نبيع فيها ب 2000 فرنك. تاع شتاء مش تاع صيف، تاع شتاء، ونحن تو في الشتاء. قول لي أنت من بعد كي نبيع أنا هذي ب 2000 شنو باش نلبسها من بعد؟ ريت تعطيك توكلها ما يهمكش في اللبس. نوكلها، اعطيني نروح لهم بالمعونة نتاعهم. كل يوم نروح نفس السيناريو، حليب ياغورت فهمتني، والصغار يدلوا ياسر، هاي تحب شوكولاتة وتحب شكلية ترى شنو فهمتني. هاك تشوف معناتها ريت شنو وصلنا لمرحلة واحد ولا أنا واحد من الناس كي نشوف واحد يقول باش نبيع كلهم ما عادش نلومه. صدقني ما عادش نلومه، صدقني نبيعها، اقسم بالله نبيعها، باهي اقسم بالله نبيعها. طبنا سيء، عمري 36 سنة وبطار، 36 سنة عندي زوج صغار ومرأة، مرتي ما تسمعش يعني. مرتي كي تمشي مع الصغار في الكياس نبدا خايف، ما تسمعش كرهبة تبدا جاي، نبدا خايف. وين شنو صوبيان وضعي هذايا؟ ارخص دار فهمتني، ما عادش فما كريه. تكري بيت مع جيران ب 100,000 ولا 150,000 فهمتني، يا حسره. تو بيت مع جيران ولت 250 دينار، دار ب 300 ب 400. كنا نخدموا على رواحنا، نصوروا في خبيزه في قهوه، امورنا واضحه كل شيء. هاو نهار نهار نخدم، تو ما فماش قهوه تسكر الاربع تاع العشيه. قول لي منين باش نجيبه نحن؟ صدقني واحد ولا ما عادش ولا يخمم في الطلاق. تو نبعث بنت الناس لدار مخير، خاطر ما عادش نجم باش نصرف عليها فهمتني، ما عادش نجم، ما عادش تقدر. واحد ولا يخرج من داره ويبيع، ما يصير فقر ومن الاحتياج تخمم في الطلاق هكا، ما عادش. اما خير ولا نضيع بنت الناس ونضيع صغاري، على الاقل تبدا في دار امهم، على الاقل يكون ما تحن عليها واحد كل شيء. انا يعني منين باش نجيب زاد؟ ما عادش نقدر. صحيح نحب صغاري ومرتي باهية معايا وبنت تصل وكل شيء وصابرة معايا بالباهي وبالخاي فهمني، أما زاد أخويا راك ساعة ساعة ما عادش نحب نروح للدار، راه نبدا ما عنديش دينار في جيبي فهمني، نبدا ما عنديش دينار في جيبي ما نجمش نروح، باش نوريهم وجهي أنا. الدوما تدخل صغير يقول لك بابا أعطيني يا غرتة. شنو رسالتك أنت توا المسؤولين؟ سيبونا خلينا نعيشوا، سيبونا. فما عباد راه قاعدة تعيش، فما عباد قاعدة تعيش فهمتني، فما عباد راهي قاعدة تموت. راهي مش كورونا تقتل فينا، راه نقول لك راهي مش كورونا فهمتني، نقول لك مش كورونا. فقر شكون أقوى من فقر؟ فماش من أقوى من فقر كان ربي سبحانه. أقوى حاجة في الدنيا دي هي الفقر خويا، الفقر كارثة، كارثة على وجه الأرض. نقول لك انا بوزو صغار وبطال فهمتني، ما فيها باس. تو سامحني، صحيح واحد غلط وعمل وغلط، واحد سبحان الله اي انسان يغلط في الدنيا هذه. غلطت عملت مشاكل قبل وغلطت في واحد كل شيء، تعطيني جرد بيت رواز، جاتني 7000 خدمه في جاتني 7000 خدمه بيت رواز، عندي 11 سنين نجري على بيت رواز باش ننظفها. نخدم شهر، عمري ما خدمت شهر تو في حياتي، عمري ما خدمت شهر. بيت رواز رسول الله يا عبيد، انا نعرف عبيد ما يا عبيد وغلطت وكل شيء، وتوا شاده الكراسي وبيت رواه نتاعهم مسخه وشاده الكراسي، وانا على بيت رواه 11 سنين نجري وراهم باش يعطوني جرد سجي قد ما نجمش نخدم، خاطر بيت رواه 11 سنين مسخه. عبيد تسرق في الملايين وسامحوها ورجعت شاده الكراسي. توا طلب بيت رواه، بيت رواه الحكايه كل بيت رواه، ورقه ورقه من الداخليه ولا من وزاره العدل مديالي نمشي نخدم على روحي، ما حاجتش بشيء، ما تعطينيش، ما قلتلكش عاوني، يعاوني ربي. سيبني خليني ناخذ بيت روا نتاعي. روا تحل لك مشكلتك شويه؟ تحل لي مشكلتي، عندي 7000 خدمه بالبيت روا انا. يعني. كل ما نمشي الخدمه يقول لي بيت روا. تمشي تخرج بيت روا تلقاها فهمتني 11 سنة تقعد، عندي 11 سنة انا لبرا. 11 سنة لا رجعت لا حبس لا عملت حتى شيء. فهمتني؟ قاعد على روحي، جبت زوج صغيرات، تو اللي كلمني نقول له يرحم والديك. عندي زوج صغيرات. فهمتني؟ اما هكايا باش يلزوك تولي ترجع تسرق راه. بربي سامحني تو بزوز صغار ملايكات، واحد يدخل لهم الحرام، ها انت ما حرام
تسيبونا خلينا نعيشوا تجرد ورقه يا رسول الله. اعطونا ورقه ورقه باش نوعي عند على الاقل باش كي يمشي اي بلاصه يقول له فهمتني نحب نخدم. يقول اول حاجه تدخل باش تقول نحب نخدم يقول لك بتروى. تقول لي انت تحكي لي على جماعه السنغال يجيبوا فيهم ويخدموا واحد كل شيء فهمني هذاك ما عندهمش بتروى في تونس فهمني. انت كي تقول لي اشترى الشباب بطال اشترى الشباب بتروى نتاعهم مسخ. شنو كلمتك الاخرى؟ كلمتي الاخرى يرحم والديكم سيبونا خلينا نعيشوا.